تقدم أحد المحامين ببلاغ اليوم إلى وزير الداخلية مطالباً المساعدات الفنية بمباحث تكنولوجيا المعلومات بتتبع الحساب المسمى إسراء سامح 37 على إنستغرام، وجاء في مضمون البلاغ ما يلي: المجتمع المصري فوجئ بقيام موقع إلكتروني باسم فتاة منسوب لمن قيل أنها زوجة اللاعب صلاح محسن ومسمى باسم إسراء سامح 37، ونشرت عنه كافة وسائل الإعلام المصرية ما زعم أنه علاقات وصداقات بين الفتيات واللاعب صلاح محسن، وتم نشر صور وأسماء فتيات كما هو مرفق بالبلاغ. هذا الفعل من الرابط إسراء سامح يشكل جرائم الاعتداء الفعلية على القيم الإنسانية وقيم الحقوق والحريات الشخصية، وبما تشكله من جرائم لتقنية المعلومات من إساءة استخدام وسائل الاتصالات وفبركة الرسائل والصور وربطها بمحتوى خادش ومسيء، والإساءة لقيم الأسر المصرية بنشر الفضائح بين الأزواج والمطلقين بما يوجب ويحق معه عقاب القانون. وطلب المحامي بالتحقيق ومن بعدها الإحالة للمحاكمة الجنائية لصاحبة حساب إسراء سامح على إنستغرام نتيجة ما سبق.